أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل في الإكراه في الظاهر سب الله تعالى مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل إيش؟ هل يدخل في الإكراه في الظاهر سب الله تعالى مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشد، سب الله أشد، ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم من يتجنس بجنسية الدولة الكافرة؟ حيث يطلب ما حكم من يتجنس بجنسية الدولة؟ يعني قصد السائل هل سب الله يرخص فيه عند الإكراه مثل ما يرخص في سب الرسول؟ نعم، يرخص في هذا. نعم.